تروح تشوف العالم كلها جواك ذاك يتحركون خطيه بابا. جيش الفرعون عنده شيء مفضل ويحبه كلش هوايه، تحديات، مقالب يحب انه هوايه، بس لا اغاني همينه لا. سلسلة الملايين، السلسلة المفضلة عند الكل، السلسلة اللي آخر مرة نشرت عليها مقطع قبل أكثر من 3 أشهر، تجربة خداع التيك توك في ببجي موبايل. اي نعم يا اخوان، اليوم حتكون عندنا تجربة خداع التيك توك في لعبة ببجي موبايل، حتكون حلقة اسطورية ونار. فقبل ما نبلش، إذا تريدون حلقة ثانية واصلوا هذا المقطع 50,000 لايك، إذا تلزم زر اللايك تقول اشبيك لك؟ اشبيك؟ وتجعصي. تلزم زر اللايك، بعد اكو زر هم لازم ينكتلي. تلزم زر الاشتراك وتجعصك تشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك. وبس حطنا الانترو الاسطوري. اعزائي المشاهدين، اليوم مالتنا خدعة راح تكون اسطورية ونار وكلش قوية، بس بالبداية راح نبديها بخدعة تونس ان شاء الله. اوكي يا اخوان، هاي الخدعة اتوقع مسويها، ما اعرف اذا مسويها لو لا، بس خلينا نشوفها بالبقي. اوكي، بالتحديث الجديد تمام، يم هذا الصندوق اللي سواه صعد على الصندوق وبعدها دا زر الصعود الى السيارة، بس هذا المكان وين بالضبط ما نعرف، لازم نندله. فانا جاهز، متأكد انهم جاهزين. بسم الله. اوكي، بداية نخلي المود الجديد اللي هو ميرور وولد او عالم الانعكاس، خليه سولو سكواد اكيد يعني. اوكي، بالبداية المكان وين؟ خلنا نرجع نشوف الفيديو. الخريطة تقول على انه طريق بميلان شوية. لقيته هذا. لا والله شكله مو هذا. وين حيكون هذا المكان يا اخوان؟ ثواني يا وليد، ما حد يدل المكان وين؟ يا اخوان وين حيكون المكان؟ احسه هنا انا، بس ما ادري وين بالضبط، ممكن يكون هنا. اول شيء نحتاجه بالجلتش. اول شيء لازم نلقى سياره بقي، بالبدايه لازم بقي، وثاني شيء ندل المكان. في البدايه لازم ندور على البقي، خلينا نجيب بقي وسلاح والله كريم، عود نلقى المكان. هاي البقي حلو. لا البدايه حلوه. اليوم ان شاء الله الفوز راح يكون 4-0 يا اخوان، انا متاكد يا اخوان. اليوم اذا مو 4-0 انا ما اسمى بولفير، بعد رسميا ما اسمى بولفير. تدرون ليش يا اخوان؟ لان باختصار انا ملك التيك توك، انتهى الموضوع. وريكم بالتعليقات تقولوا لي انا ملك التيك توك لو اكو حد غيره، اذا اكو حد غيره قولوا له حتى نفسي. يعني صدق عبالكم اني ما راح اندل المكان يعني ما اجيبه؟ حجي ابو الفيرا هنا اسطوره، بس اتوقع راح يكون اكو وحوش، ما ادري صراحه، فالميني تكفينا لو لا ما ادري. بسم الله ننطلق المكان حتى لو خارج الزون. شباب طبعا احتاج منكم شغله واحده بس، بما انه عندنا طريق طويل، بس شغله واحده منكم احتاج. اللي عنده خدع مال تيك توك اريد يدز ديها بالانستغرام، تمام؟ هذا الانستغرام مالتي ناني. اللي عنده خدع مال تيك توك حلوه ومضبوطه يدز ديها، اي خدعه عندك دز ديها بالتيك توك. اوكي يا اخوان، خلصنا نص الطريق، ما بقى شيء، بس يا رب ما نواجه قطاعين طرق بالطريق. وحق لا اله الا الله، فززني وقع قلبي وبدون حلفان، هذا هكر. شوف الدنيا بيها تصير سوالف غريبه، مو طب نطيها المحاله الثانيه، لا المحاله كانت حماء من زمان يا اخو، مسوي خدع والله، من زمان ما مسوي خدع، هاي حماء. اوكي، بسم الله المكان بعيد. اوكي، هو المكان هنا انا بالضبط. شكو هاي عادي شي؟ اكو يعني شي باللعبه صدق لو لا؟ وات فلير ايش اسوي هاي؟ اوكي يا اخوان، هالمره الجلتش راح اجيبه، النقطه الاولى راح اجيبه 100% ان شاء الله، بس لازم القى بقي وسلاح وانتهى الموضوع. فراح نروح لهذا المكان يا اخوان. حول 5000 متر راح انزل على جزيره، تدرون ليش؟ احس الجزيره من اموس منها راح يقربني. جتنا ولك جتنا ولك جتنا. شوف الذكاء. خرب عرضه كان والله، قربني. عمي ابو الفير ملك التيك توك، ملك الخدع، ملك اللعبه، ملك بوشينكي، مو مثل بعض العالم زباله بوشينكي. خدع الاولى ما اريد اطول، يا اخوان احس طولت، ما اريد اطول. باقي هلي 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 هلا بالباقي هلي. اوكي، المكان يبعد حاليا 1700 متر يا اخوان، والله تخيلوا يشيلون منطقه، يشيلون مناطق مثلا، يشيلون بعض حاويات، تلقى حاويات اهي، لو يشيلون بوشينكي، لا اذا شالوا بوشينكي اكو ناس تموت. اوكي، اكو وحوش. ها لا 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 خربنا اليوم، راح تصير دم. الو انا كان انضرب هيجي خربنا. لا 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 والله انتهى الموضوع. لا حجي مواني هيجي انضرب انهان، اليوم راح تنهانون. لا 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 لا
بلا عليك لا تسوي لي وذني سوالف بلا. اوكي يا اخوان اوكي يا اخوان طولنا هواي، لازم نسوي الخدعه، لازم نسوي الخدعه. جيب الخدعه. اوكي سواها بهذا الصندوق. طبق هيجي طبق هيجي. اجى هنا قمز وصل السياره. اوكي لازم نقرب السياره اكثر. لك عايز ابو الفير. شوف يا بشوف النقطة الأولى بتجيب 1-0. واحد اللي هي 0 للتيك توك. حجي هذا الحجي حجي. اوكي واحد اللي هي 0 للتيك توك. حاليا انا فايز. نروح للقطعة الثانية سريع. اطين القطعة الثانية بسرعة. ارجوك محتاج القر. يقول لك اجليتش اسطوري في المدينة الفضائية. نفس المود. اوكي اجا صعد. اوكي هاي نعرف شلون نصعد. حاول منظور الشخص الأول. حاول منظور الشخص الثالث ورجع سواها. ظل يحاول منظورات لحد ما طار. ما ادري شنو صار. ظل يحاول مناظير لحد ما طار. اوكي خلينا نروح نجرب. انا شاك بيها صراحه، بس خلينا نفوت للمود نجرب. يمكن يصير ويانا. يمكن انا ما اريد اخسر ولا خدعه، فان شاء الله ما يطلع كذاب. تقولون اقدر انزل فوق هنا ولا لا؟ اذا اقدر اسوي انزل فوق هنا فوق هاي نفتح الباراشوت. لا يمكن اقدر يمكن اقدر يمكن اقدر. لا دي نزلني يجي من وحده. ايه نقدر نقدر لو لا نقدر لو لا. هي 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 والله نسيت. شوف الدود جواي. هاي المكان لازم انزل عليه، لازم انزل عليه بمقطع. شو تقول انزل مقطع انزل فوق ولا لا؟ شوف العالم جاهز يتعارك. اوكي بعد 4 دقائق ينفتح صح حسب ما اعتقد. انزل على هذا ضربه بوكس. انزل عليه ضربه بوكس لو لا. ما لحق. متت 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 متت. اوكي خير روح ذاك المكان ذاك المكان. هاي الجزيره اخوان شو اخباركم؟ هاي هناك اصعد ان شاء الله. اوكي طبعا الله وكيلكم جاي لا سلاح لا شيء كما خلقتني ربي. بس حاليا رايح للمنطقه اللي هي بعد دقيقتين ونص تفتح، فلازم ننتظرها. 5 4 3 2 1. اوكي خلينا نصعد. اوكي حاول منظور الشخص الاول ونصعد فوق ذا اللي حاول بالمناظير. اوكي حاول لي بالمنظورات حاول لي بالمنظورات. كل شيء ما صار. الو كل شيء ما صار يا اخوان انغدرني. اوكي يا اخوان المحاله الثانيه والاخيره للجلتش الثاني. هل راح يتعادل ويانا تيك توك او احنا نتقدم بنقطه؟ نقول بسم الله. حاول منظور الشخص الاول. باقي منظور الشخص الاول. خسرنا بالجلتش يا اخوان، خسرنا بالجلتش. اوكي يا اخوان مضطر اطين نقطه للتيك توك لان الجلتش اتوقع ما يصير. فهي حاليا 1-1 متعادلين انا والتيك توك، بس هذا مو معناته ان التيك توك راح يفوز، يعني ملك الخداع راح يفوز. اوكي يا اخوان الخدعة الثالثة واللي هي اقوى خدعة لليوم. مثل ما تشوفون هذا الفيديو قبالكم يا اخوان، شوفوا هذا الشخص بالمود الجديد وان طاب جو القاع، طاب جو القاع وقاعد يقتل وما حد يشوفه وما حد يندله. اوكي يا اخوان هذا الجلتش ما اعرف اذا راح يصير لو لا، بس ان شاء الله يصير. ادري انتم ما شفتوا طريقة الشرح شلون اوف الموضوع. والله حرفيا واحد ضربني بوكسين ويصار دمي والله العظيم مدى الشاقة. اوكي يا اخوان شوفوا مبدئيا كل اللي نحتاجه نجي يم هاي اللي تصعد تمام اللي هنا بهاي المنطقة صايرة يا اخوان، ولازم ننتظرها تفتح بعد دقيقة و15 ثانية. ومن هسه راح اقول شيء، الجلتش الرابع والاخير مربوط بالجلتش الثالث، فاذا الجلتش الثالث ما صار الجلتش الرابع ما راح يصير، انا الخسران الرسمي. بس يا اخوان اذا صار هذا الجلتش راح يكون شيء اسطوري ورهيب لان الجلتش جدا 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 قوي. اوكي يا اخوان بوم فتحت. لا مو وقتك مو وقتك مو وقتك مو وقتك مو وقتك. لا مو وقت يفتح مو وقت يفتح. اوكي اول شيء نحتاجه الفريمات اللي ننزلها صفر، الفريمات اللي ننزلها صفر يا اخوان ونروح نصعد بسم الله. اذا ايش وقت الجوي ليش اللي عدل؟ الفريمات اللي ننزلها صفر تمام ونروح ننزل من هنا، نروح ننزل من هنا نقمز من هنا ونسوي اكزيت. اوكي وين المكان وين المكان وين المكان المكان وين جوا ذيك الجزيره؟ نرجع للمكان نفسه يا اخوان، لازم نرجع للمكان نفسه يا اخوان بسرعه. اتوقع المفروض لازم اتوقع ما راح تصير ما اعرف، بس راح لازم اتوقع لازم اعيدها مره ثانيه. نصعد من ذيك يا اخوان نفسها لازم نفسها. لاعب 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 لاعب. اوكي نصعد مره ثانيه. المفروض هسه تصير، المفروض هسه تصير ما اعرف، المفروض هسه تصير. صارت او ماي جاد ما صارت. شوفوا شوفوا هذا واحد مسوي الجليتش خاتل، واحد مسوي الجليتش خاتل باع باع والله واحد مسوي الجليتش. اوكي بسم الله جوي هم. اوكي بسم الله بسم الله. هل راح تصير لو لا؟ هل راح تصير لو لا؟ يا الله نسيت احول الفريمات.
اوكي يا اخوان، عندي احساس هاي المره حتكون هي، وبما انه هاي المره هي المحاوله الاخيره فان شاء الله تكون هي، لانه اذا ما سويتها بوم انا خسرت. اوكي يا اخوان، انا حاليا خاتل بالحشيش قاعد انتظر دقيقتين تخلص. باي الاثناء اذا ما خليتوا لايك خلوا لايك يا اخوان، لانه حلقات التيك توك وايد وايد تعبني، يعني حرفيا صارت لسه قاعد اصور. فعلى مود ذا تريدون تشوفون حلقات ثانيه والثالثه يا اخوان لا تنسونا باللايك، واهم شيء اشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، فعلوا زر الاشعارات لانه ادري وايد ناس تتابع هذا المقطع ومشتركين فاشتركوا. اوكي يا اخوان، المحاوله الاخيره اذا ما سويتها اخسر رسميا اليوم، واذا سويتها لو اتعادل لو افوز. في البدايه نزل الفرايمات يا اخوان، بسم الله انطلق يا الله. اوكي نظل واقفين نظل واقفين، نسوي نفس الفيديو ضبط. هسه حاليا شو نسوي؟ نروح نتحرك نطلع من هاي الجهه، نفس الفيديو بالضبط اللي انا شفته يا اخوان. هسه بعدها نروح وين؟ نروح على هاي، لا بعيده حيل يا اخوان. جي يا اخوان، اعتبروها انلغت. ما تصير، مستحيل. يب مستحيل تصير. والله اليوم بوكسات وينكم؟ هذا ليش مسوي لي جلتش؟ هذا مسوي لي جلتش. طب جو القع. اوكي يا اخوان، انا رسميا اليوم خسرت بتجربه خلال التيك توك. اليوم خسرت 3-1 ضد التيك توك يا اخوان. يا اخوان والله انا سويت كل شيء بالشكل الصحيح، بس المهم احبكم وايد يا اخوان. شايفكم اخوكم ايفرس، اشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وحطوا لنا احلى لايك حتى نسوي حلقات بعد اكثر واكثر، واكتبوا لنا رايكم بالتعليقات وبس. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't